وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات. برحب بحضرتك معي عبرتان. أهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. بداية، لو تحدثنا عن أثر وتداعيات قرارات العدل الدولية فيما يتعلق بالجانب الإنساني وإلزام الطرف الإسرائيلي على فتح المعابر، لا سيما معبر رفح، جنبا إلى جنب مع الاتفاق المصري الأمريكي بإدخال وإيصال المساعدات الإنسانية والوقود عن طريق معبر كرم أبو سالم. طبعا أهمية قرارات محكمة العدل الدولية بتتمثل فيما يتعلق بالجزء الإنساني في بعض الاعتبارات الرئيسية. أولا، التأكيد عبر نص قرار المحكمة على مسؤولية إسرائيل عن الأزمة والكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، جنبا إلى جنب مع مناشدة ومطالبة إسرائيل بضرورة فتح المعابر وخصوصا معبر رفح، بما يعني تحميل المحكمة بناء على الحيثيات المتاحة لديها لإسرائيل مسؤولية غلق معبر رفح أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. هذه القرارات جاءت بالتزامن مع مخرج مهم أو مباحثات مهمة عقدت بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وبين الرئيس الأمريكي جو بايدن. أعتقد أن المخرج الأهم لمباحثات أمس بين الرئيس وبين الرئيس الأمريكي كان بيرتبط بالاتفاق المصري الأمريكي على إدخال المساعدات وشحنات الوقود من خلال معبر كرم أبو سالم، مع الالتزام بالثوابت المصرية في هذا الصدد، من حيث التأكيد على ربط أي تنسيق فيما يتعلق بالملف الإنساني بضرورة إجلاء القوات الإسرائيلية من معبر رفح من الناحية الفلسطينية، فضلا عن وقف العمليات العسكرية في منطقة رفح وفي كل قطاع غزة كجزء من المقاربة المصرية عموما، والتي تولي اهتماما كبيرا بالملف الإنساني جنبا إلى جنب مع الجهود السياسية الرامية لوقف إطلاق النار. أعتقد أنه هذه القرارات بتؤكد على أولا أن إسرائيل هي المسؤول الأول والأساسي عن الأزمة الإنسانية والكارثة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، جنبا إلى جنب مع التأكيد على سعي إسرائيل لفرض أمر واقع جديد يستهدف سيطرة إسرائيل على الملف الإنساني وتوظيفه ضد الشعب الفلسطيني، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية عبر قراراتها الأخيرة. وكيف رأيتم أستاذ محمد الرد الإسرائيلي الفوري على هذه القرارات عن طريق الغارات المكثفة على رفح الفلسطينية؟ كيف تابعتم هذا التصعيد؟ هو التصعيد الإسرائيلي الذي جاء في عقاب القرار هو تصعيد كان متوقعا، لأننا نتحدث عن حكومة يمين متطرف هي الأكثر تطرفا وإجراما في تاريخ دولة الاحتلال. نتحدث عن حكومة لا تولي أي اعتبارات لا بضغوط دولية ولا حتى بضغوط الداخل الإسرائيلي. كل ما يهم بنيامين نتنياهو وحكومة اليمين المتطرف حاليا هو إطالة أمد هذه الحرب، بما يضمن إطالة العمر السياسي لهذه الحكومة، لأن نتنياهو يدرك جيدا أن اليوم التالي للحرب سوف يتم محاكمته وإنهاء مستقبله السياسي من قبل الداخل الإسرائيلي نفسه قبل المجتمع الدولي. وبالتالي فالحكومة الإسرائيلية حاليا تركز على استكمال العمليات العسكرية في منطقة رفح فضلا عن باقي مناطق قطاع غزة، على أمل أو سعيا لتحقيق بعض الأهداف العسكرية التي يمكن الترويج لها باعتبارها انتصارات أو يمكن توظيفها في إطار تحقيق أي مكاسب سياسية على مستوى الداخل الإسرائيلي، خصوصا مع تنامي السقط من قبل الداخل الإسرائيلي على حكومة نتنياهو. ده بيتجسد في عدد من المؤشرات، سواء المظاهرات شبه اليومية التي تخرج من قبل عائلات المحتجزين أو استطلاعات الرأي، وآخر استطلاع معاريف والذي يؤكد على أن المعارضة الإسرائيلية سوف تحقق أغلبية في الانتخابات حال إجراء الانتخابات في الفترات المقبلة. وبالتالي فنحن نتحدث عن محاولات مستميتة من قبل هذه الحكومة على إطالة أمد هذه الحرب والسعي لتحقيق أي إنجازات عسكرية يمكن توظيفها على المستوى السياسي في الداخل الإسرائيلي. أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ محمد فوزي الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، شكرا جزيلا لك.